أفضل العالمين من بعد النبي الصديق الأمين أول الخلفاء عبد الله العتيق وفي الغار رفيق أبو بكر الصديق صاحب المصطفى عمر يا ابن الخطاب ملهم للصواب فر منه الوثاب هرب واختفى والشهيد عثمان ذو الحياة والإيمان بجمع القرآن حرر المصحف وعلي الكرار ابن عم المختار وسيفه البتار للعدا أتلفا الحسن والحسين قرة لكل عين لا يقاس للغير أفضل الشرفاء.